أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أن القدرات البشرية هي الثروة الأثمن للأوطان، مهما كانت المتغيرات فهي بإبداعها وابتكارها وتجددها قادرة على تطويع الظروف لتصنع بها واقعها وفرصها. وقال سموه إن مملكة البحرين واصلت الاستثمار في مواطنيها عبر التعليم والتدريب ومبادرات تشجيع الأعمال وخلق وتوفير فرص العمل، بما يسهم في الارتقاء الحقيقي لمستواهم المعيشي، وذلك تلبية لما يؤكد عليه دوما حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من جعل المواطن البحريني في قلب عملية التنمية. مشيرا سموه حفظه الله للمبادرات المرتكزة على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة، إذ تم طرحها بغرض تسريع النمو في القطاعات الاستراتيجية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، علاوة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والإدارية وخلق فرص عمل جديدة تسهم في رفع دخل الفرد، بما يجعل البحرين مركزا لريادة الأعمال. وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بمملكة البحرين. كما أشار سموه حفظه الله إلى أن ما تطلبه المرحلة الراهنة للتغلب على التحديات التي تواجه كافة أسواق المنطقة هو مواصلة تطوير الاستراتيجيات لإعادة رسم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الحيوية بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ المبادرات الموضوعة بصيغة تعزز من مفهوم قيمة العمل المشترك وتحفز نشاط المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي من خلال نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات كافة. وأعرب سموه حفظه الله عن فخره بإنجازات رواد الأعمال البحرينيين عبر مختلف الأجيال الذين استطاعوا أن يقدموا نماذج إيجابية ويضربوا خير الأمثلة في تطويع الظروف وصنع فرص جديدة وواعدة، فعزيمتهم مثل أعلى يحتذى به ومدعاة فخر للجميع. وأضاف سموه أن تشجيع هذه النماذج الرائدة يستدعي تقديم كافة سبل الدعم وتنمية حس المبادرة، علاوة على إتاحة الفرصة أمامهم لقيادة مشروعات تنموية وذلك في مختلف القطاعات الحيوية لينتقلوا إلى مستوى أعلى من الإنجاز والتطور، وبما يلبي طموحاتهم ويسهموا في نماء الوطن. جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من جائزة البحرين لريادة الأعمال الذي نظمته تمكين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد للاحتفاء بإنجازات وجهود 7 من رواد الأعمال المتميزين. حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والمدعوين. وقد تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتكريم الفائزين بجائزة البحرين لريادة الأعمال لعام 2017 خلال الحفل، وهم عائشة محمد عبد الملك شركة جواهر عائشة فئة المؤسسات المتناهية الصغر، فيصل خليفة سولار ون فئة المؤسسات الناشئة، محمد عبد العال أولفود للمواد الغذائية فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدر مراد بدر مودلز فئة المؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة مزارع الجزيرة فئة المؤسسات ذات الأعمال المستدامة، الدكتور رنا العمادي مركز الدكتور رنا الصحي التجميلي فئة رائدة الأعمال المتميزة، المغفور له الحاج يوسف بن أحمد كانو مؤسس مجموعة يوسف بن أحمد كانو فئة إنجازات العمر. ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة تمكين معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة والمتواصلة لجائزة البحرين لريادة الأعمال، كما أوضح أن تمكين قد حرصت منذ انطلاقها على جعل القطاع الخاص محركا لتحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لقطاعي الأفراد والشركات، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية تهيئة بيئة حاضنة موفرة للأدوات اللازمة لنمو المشاريع المحلية وازدهارها.
وأكد سعادته على استمرار التمكين بتقديم برامج الدعم المالية والاستشارية للمؤسسات والشركات الناشئة، حيث تساعدها على شراء المعدات والآلات والتسويق وتصميم العلامات التجارية، علاوة على منحهم فرصة المشاركة في المعارض وتحسين مستوى الجودة لتكون على مستوى المشاريع العالمية. إن مفاتيح الدخول إلى عالم إدارة الأعمال الريادية التي يعظم معها شأن تلك العوائد الإيجابية الراجعة، يبقى سر امتلاكها محصوراً بيد من علم كيف تؤكل كتف الاقتصاد إلى حد الإشباع من أرباحه الوافرة، ليتلذذ وقتها بنكهة عصرية تغنيه عن أي طعم آخر. وجائزة البحرين لريادة الأعمال بنسختها الثالثة وجهة كل مبتكر تميز بإعداد مشروعه التجاري ضمن وصفة أعدت بأمثل أدوات ريادة الأعمال المتطورة. إن مكن المواطن البحريني في تحقيق أو طموحاته أو طموحاتها، وإحنا دائما نقول يعني برامجنا نبي شخص عنده فكرة أو عزم، وإن شاء الله إحنا بنكون عون. فالبرامج كثيرة، إن واحد كان موظف أو رائد أعمال، يعني وإحنا اليوم نحتفل برواد الأعمال، ومن الضروري أن نبرز نجاح رواد الأعمال والشركات البحرينية. جائزة أتقنت مخاطبة تلك الألباب الراقية والمستنيرة
بشعاع الابتكار والإبداع، حاثة إياها على تنمية وتوسعة بناء نماذجها القيمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة بأسلوب مبتكر يسير باتجاه التنويع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي وخلق وظائف واستثمارات في مملكة البحرين. في هذه المحافل يتم القياس وتكريم المتفوقين أو المتميزين أصحاب الكفاءة، ويعطي الهمة ويعطي نوع من الدفعة إلى الآخرين ليجتهدوا في الأعوام القادمة للوصول إلى ما وصل إليه الآخرون، والاستمرارية هي سر النجاح. فهذا 3 أعوام مستمرة معناها أن هذا المشروع مشروع رائد ومتميز وناجح. البحرين بشركاتها ورواد الأعمال اللي فيها هم اللي يدعمون الاقتصاد، فمثل هذه المبادرات تنمي وإن شاء الله تشجع الشباب اللي ما قبلوا على أن يفتحوا شركتهم أن يفتحون شركة ويأسسون شركات كبيرة إن شاء الله. مقابل تلك الجهود المضنية التي لم يبخل في بذلها الساعون نحو تضلع واف لآلية عمل مشاريعهم التجارية ونوعية مجالها، جاءت المكافآت مجزية رصدت ضمن إطار فئات الجائزة 7، حتى يتسنى الارتقاء بمستوى الفائزين وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم على إنجاح مشاريعهم بشكل مضمون. شركة جوهر عاشة شركة ابتدأتها يوم كنت في المدرسة. بيسكلي احنا نصمم المجوهرات من الذهب الخالص IR22 ومن ذهب IR18. قطاعنا طبعا تتقسم لقسمين، قسم يكون الريدي تو وير اللي تكون هي جاهزة احنا نصممها وتكون جاهزة عندنا في البوث، وعندنا القطع الثانية اللي احنا نصممهم كاستمير. التعب للشغل 20 سنة، طبعا حصلت في مضايقات كثير في هال20 سنة، بس ما حطيت بالي معاهم اني اسمع، كملت في مشواري، واليوم الحمد لله سمو الأمير ولي العهد لما يكلمني هذا أحس إنه big achievement. كثير فخورين طبعا بالجائزة، ويعني هيك شغلنا، يعني إحنا بس بدنا نكون القائدين في الطاقة المستدامة في البحرين، ويعني لازم نواصل شغل الحين. جائزة البحرين لريادة الأعمال خطوة متقنة نحو خلق بيئة حاضنة تشجع ريادة الأعمال كافة في المملكة. الراغبون في عبور محيط الاستثمار الواسع يرجون مغانم كثيرة تعيد لهم الأمل في البقاء مدة أطول لضمان الوصول إلى شاطئ الأمان الاقتصادي، وذلك لن يتأتى إلا إذا تهادت على عقولهم أفكار مبتكرة بالجملة يسهل تطبيقها بشكل يحقق فرصا أكبر للنجاة من أي إخفاق تجاري. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.